معانا اول خبر، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الاحد في شرم الشيخ مع مجموعه من كبار المستثمرين ورجال الاعمال المصريين والاجانب المشاركين في منتدى افريقيا 2016. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس اكد على اهميه الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وأفريقيا، وأكد كمان الرئيس التزام مصر بالانفتاح على الدول الأفريقية والعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للعمل في أفريقيا. كما أشاد ببلوغ حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية 8 مليارات دولار، كما رحب الرئيس بالاستثمارات الإفريقية والأجنبية أيضا في مصر، حيث استعرض خطط الدولة الاقتصادية وما اتخذته الحكومة من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وذلك لتيسير إجراءات الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للأعمال، وذلك بالتوازي مع مخطط قومي شامل للتنمية.